احنا هلا بعوده مدرسيه تقريبا شهر بالتحديد. ملف للسيد النواب في انتظار معنا امر ترتيبي، كان من المتوقع انه يصير مجلس وزاري معنا يوم الاثنين، ان شاء الله ما هو مؤكد انه بيصير في القريب العاجل، ربما اليوم، ثم ديزانديس يقولوا انه اليوم ربما غدا. احنا الامل كل امل انه معنا يكون ثم جديه واراده في التعاطي مع الملف، لانه نحن ضيعنا برشا وقت تعرف في اطار تعاقب حكومات، وقتاش حسينا ثم جديه اليوم وقت الحقيقه الملف للساده النواب صار تغيير على مستوى وزاره التربيه، وقت وجهتنا كانت رئاسه الجمهوريه. اليوم ما هو مؤكد انه ننتظر في مجلس وزاري مضيق باش يتناول ملف التشغيل الهشكه كل، ولكن على راسه ملف للساده النواب. هذاك علاش احنا اليوم تقريبا اعداد قليله كنا متواجدين قدام وزاره التربيه مربطين غاديكا، بون ماهوش اعتصام حاجه نحب ناكدوا عليها، ولكن في اطار معنا متابعه انعقاد الجلسه ان شاء الله اليوم، مش ممكن غدوه زاد ممكن بعد غدوه. الامل كل امل انه يصير احكام ترتيبيه باش نضمنوا موسم مستقر، لانه انقضى اليوم 16 سنه، ان شاء الله ان شاء الله تكون معنا فرحه معنا في انتظار معناها في حجم تضحيات للسادة النواب. بالنسبة للبلاغ بنحب نوضحه، هو البلاغ راه جاي بعد تحرك وطني، والتحرك الوطني واحنا تقريب التحركات الوطنية بتاريخ 17 جانفي في 26 جوان 30 جويلية تم التحرك، نسيت التاريخ نتاعو للأسف، كنا ديما نتوجه من وزارة التربية رئاسة الجمهورية. البلاغة هبط بعد استقبال السيد الرئيس للسيد الوزير. بالنسبة لنا احنا السيد الوزير شنو المقترح؟ انه طالما السيد الرئيس اعطى تعليمات، لانه نحن اليوم راه نحكوا على تعليمات في اطار معناها واضح من السيد الرئيس بصفته معناها رئيس دوله، بصفته رجل قانون، بصفته استاذ قانون، في اطار استشاره وطنيه، في اطار مجلس اعلى للتربيه، معناها تفاعل مع الشيء هذايا وللقطع معناها حتى ما كل الاشكال الاحتجاجيه. الفكره شنو؟ انه للساده النواب على الاقل رساله شكر، ولكن ديما تبقى مربوطه بالمطالب نتاعنا. نقولك علاش؟ كان معنا حابين نخرجوا من الشارع من باب بنات من الطور نتاعك الغضب وكل الجو المشحون والاحتجاج الى طور نتاع احتفال. صحيح يقول القاري خي انت تحتفل ما ثماش امر حكومي ما ثماش دفعات علينا اساس تحتفل. احنا مشينا في صيغه نتاع احتفال ومعاه احتجاج، معناه نوعا ما ضغط. علاش؟ لانه الاحتفال اساسا ديما مربوط بنتيجه، بالنسبه للنتيجه شبه مؤكده كما اسلفت الذكر بعد تعليمات من السيد الرئيس. احنا قلنا منها نحتفلوا لانه التعليمات في حد ذاتها حاجه مهمه ما صارتش قبل، ومنها نضغطوا باش نوصلوا المطالب نتاعنا. راهو حاجتنا بدفعات للجميع 2008 و 2024، وهذاك علاش بعد الاحتفال توجهنا عبر معنا باب السويقه توجهنا لشارع الثوره، ونادينا وطلبنا بتسويه وضعيه، ونادينا بالقطع مع تشغيل هش، ونادينا اساسا حتى بحضور السيد الرئيس، عارف عنده برشا التزامات. اما احنا جي احتفال مربوط بضغط بمعنى باش يتوج ان صح التعبير، هاك الكلام هذاك يتحول واقع ان شاء الله اليوم ولا غدوه يتحول واقع. احنا مشكلتنا ولينا نناقشوا في مقاييس على ضوء ذاتي مش على ضوء موضوعي. لو كان نحكوا على المقاييس، اذا اليوم باش نحكوا على سكور ما ناخذوش بعين الاعتبار، معناها ما عادش باش نعطوا قيمه للتجربه، مراكمة التجربة للتفقد للمتابعة للتكوين، واضح ولا؟ هني تحطوا ثلاثة معايير اللي هما العمر، الأكبر عمر ياخذ 26.5 نقطة معنا حاجة معتبرة، عطينا حيز زيادة وجانب موضوعي للأقدمية، لأنه نحن راه صحيح نحكوا على تسوية وضعية أما تراعي الجانب الإنساني، وفي نفس الوقت تراعي الجانب القطاعي الموضوعي للتكوين، وعطينا زيادة اعتبار أما أقل حدة لل السكور اللي هما فترة عمل. انت تعرف اللي الملف هذايا راه طبيعة الملف انه تراكم فيه المطالب 16 سنة، طبيعي ماهيش باش تلقى فورميل تردي الناس الكل، ثم ناس بدو 8 13 انقطعوا لسبب او لاخر، اما السبب الموضوعي انهم هما ما وصلوش، ثم اسباب نسبية انه المندوبية زاد ما يتطلهمش، خاطر عندنا فساد في بعض المندوبيات، هذه كلمة حق. هذوما كيفاش يلقى روحو ما اعتمدوش اساسا على العمر وعلى الاقدميه في النيابه باش يلقى روحو تذيل الترتيب، دونك باش يرى المقاييس ماهيش موضوعيه. اما حاجه نحب ناكد عليها، هذه المقاييس توضعت وفق امر من السيد الرئيس في اطار الجلسه اللي صارت مع السيده وزيره التربيه وفق خبراء في الرياضيات وعلم الاجتماع.
بالنسبه للوضعيه الزملاء اللي تجاوزوا 50 راه قدموا 16 سنه نضالات، راه كرد اعتبار سلطه المربي. ونحن الحقيقه توجهنا ببلاغ الى رئاسه الجمهوريه، لانه تعرف وزاره التربيه عندها صلاحيات، خاطر تم قانون الوظيفه العموميه اذا اصطدم بالناس اللي فاتوا 50 وزاره التربيه فقط تنجم تعطيهم عقود وتقاعد، تقاعد باش تحسب لهم من 2018، لاني اول نقطه تاع تحديد الصيغه التعاقديه وفق الامر 1046 فتره يوسف الشاهد. احنا توجهنا ببلاغ رئاسه الجمهوريه كما صار على شكل معناها عملت الحظايا، انه السيد الرئيس اعطاهم مرسوم جمهوري ونحيوه بالمناسبه، ان شاء الله ينسج على منوال الاساتذه، لانه المرسوم ضم عملت الحظايا فوق ال 45 59، نحن عندنا 174 ماهوش عددهم كبير. حاجه نحب ناكد عليها، راي وزاره التربيه في اطار التسويه ان شاء الله نسموها اليوم ولا غدو في اطار الامر الحكومي والاحكام الترتيبيه او المجلس الوزاري باش ينعقد، قالت راهو الناس باش يصطدموا بال 50 راني باش نهزم حتى كي يبدا ترتيبهم متاخر.